في نفس السياق وخلال مداخلة سيادة الرئيس أمس خلال الافتتاح، قال أطمئن الجميع بأن السلع موجودة ومفيش فيها مشكلة، والأزمة اللي مرت علينا خلال 4 شهور إن شاء الله ما تجيش تاني ونكمل طريقنا بشكل أفضل مما كنا عليه. فأنا بس عايز أطمن الموضوع يعني الموضوع يعني السلع موجودة ومفيش فيها مشكلة ولا أي حاجة، والأزمة اللي مرت علينا خلال 3 4 شهور اللي فاتوا دول إن شاء الله مش حت إن شاء الله ما تمشي ما تجيش تاني ونكمل فيها بشكل نكمل يعني طريقنا بشكل أفضل من مما كنا عليه. تاني أرجو إن إحنا موضوع يعني الكلام على توفر ممكن يعني عشان برضو يبقى غطيت الكلام كله، يقول لك بس الدكتور علي مش قادر يسيطر على الأسواق. طيب يعني وده كلام مهم يا دكتور علي، مش في البرلمان كلموك في النقطه دي وقالوا لك يعني طيب ما هم وده كلام مهم صحيح، لان في الاخر المواطن هو اللي بس عايز اقول لكم النهارده يعني ده بيتكلم عنده هو تبعه هو 20-30 ألف منفذ مش كده؟ غير منافذ بتاعه القوات المسلحه ووزاره الداخليه، يعني لو حطيتوا دول معاهم كمان يمكن يخش لهم في 35-40 ألف منفذ. ده عشان يحاول يخفف من حجم الازمه الكبيره اللي احنا بنتكلم فيها على مستوى العالم. لكن ما حدش يتصور ايه يقول لك احنا بنخش محل نلاقي هنا بثلاثه ونغيب من المحل ده ب3.5. صحيح. ده صحيح. بس ده امر يعني لو انتوا النهارده تصورتوا ان احنا ممكن كدوله، انا صادق معاكم، سواء وزارة التموين أو وزارة الداخلية تقدر تقوم بدور في إنها تعمل تسيطر على ده صعب. لكن إحنا كمواطنين لو لقيت المحل ده غالي ما اشتريش منه. تمام. ونبقى إديناهم الدرس إنك أنت ما دام بتغلف أسعارك أكتر من غيرك بلاش منها خالص.